السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. مقطع اليوم راح أتكلم فيه عن لعبة بانشينج جراي ريفن. اللعبة نزلت تحديث جدا 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 خرافي، فيها شخصية هي الأقوى موجودة في الوقت الحالي. طبعا في البانر لسه ما بعد نزلت، راح تنزل إن شاء الله بكرة. والسبب هو إنه عشان اللعبة ما تكرش، والشركة ما هي بتربل اي، تربل اتوقع كانت دبل اي او اي واحد، فعشان كذا ما نزلوا الشخصية اليوم في نفس اليوم اللي نزل فيه التحديث، راح ينزلونه في يوم بعد التحديث. في الغالب يعني وقت من نزول المقطع بتكون الشخصية موجودة في الغالب. عموما الشخصية جدا 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 رهيبة، وهي بيانكا ستيغماتا اللي هي موجودة الآن هنا. المقطع هذا راح يكون عبارة عن تجربة للشخصية، أشوف هل أنا فاهم قدرات الشخصية أو لا. جدا مهمة هذه الشخصية، والسبب أنه فريق الشخصية جدا سهل يعني تكونه، شخصيات حرفيا تاخذها بالمجان. بيانكا ستيغماتا هي الوحيدة اللي راح تضطر ان انت تتعب عليها عشان تاخذها، او انك تدفع فلوس ما ادري. عموما بعد ما ينزل التحديث او بعد نزول التحديث هذا، صار عندنا الميزة هذه، ممكن نقول في شخصيات او اشياء مجانية تاخذها جدا كثيرة يا جماعة الخير، اشياء مجانية. طبعا انا يعني بحكم اني خلصت اغلب الاشياء فهي منتهية عندي، لكن لو جاء شخص لعب اول مرة ف راح يكون مضطر انه يلعب يوم بيوم. عموما عندنا هنا هذه راح تعطيك الشخصية. طبعا تقدر تاخذ الليف لومينانس، وما انصح فيها، هي الشخصية الثانية مناسبة لبيانكا ستيغماتا، لكن أنصح أكثر شيء بروزيتا ريجور. وتاخذ ليف لومينانس في أتوقع بانر، مو بانر، هو كان مهمة تعطيك بعد اسرانك. طبعا شخصيتين اسرانك تاخذهم ببلاش، وفوق هذا كله تقدر تاخذ السلاح بعد ببلاش. طبعا لازم تاخذ سلاح روزيتا، لا تاخذ سلاح ليف لومينس، خذ سلاح روزيتا لانه جدا ممتاز ومفيد للشخصيه. طبعا بيانكا ستيغماتا هي الشخصيه الوحيده اللي انت مضطر انك تدفع عليها فلوس او تلعب الين ما يصير عندك الفلوس الكافيه انك تسحب الشخصيه. طيب انا ما راح اخذ الاشياء الحين، تمنيت لو كان في كليم اول وخلاص. طيب عموما، طيب هنا عندنا طور تجربة الشخصية. راح أحاول أشوف هل أنا فاهم الشخصية صح أو لا، وراح أعطي شرح سريع. حط في بالك إنه الشرح هذا قصير سريع جدا، يعني على فهمي أنا في بعض الأشياء المهمة ما أتوقع إني بيكون عندي وقت أشرحها. طيب في البداية، هذا الشخصية هو أول شيء التعلق، أو قبل لا نبدأ أني أفضل الماوس. هنا عندنا هنا زر الدوج. مكان الدوج هنا في دوائر أو خطوط باللون البنفسجي، ما أدري إذا هي واضحة أو لا. عموما هذه فيها قدرة خاصة في بيانكا فقط، بقية الشخصيات راح يكون باللون الأبيض، لكن بيانكا هي الوحيدة اللي عليها اللون البنفسجي. المطلوب هو إنه تعلق، طبعا هذا الزر حق الدوج، تعلق على الدوج، تدخل في الحالة الخاصة، ثم تقارن بالأزرار اللي فوق أو الدوائر اللي فوق بالدوائر اللي تحت. وأول ما يتفعل الالتي تشغله، ثم تبدأ تضرب وتضرب وتضرب إلين ما يصير عندك 99 نقطة هنا. طبعا ستيغماتا في الحالة العادية راح يكون عندها بس 40،
لكن كل ما رفعت في ستيغما راح يكون 99، الحالة العادية 40، وآخر مستوى لها 99. واضح من الشخصية هذه مطورة، فعشان كذا عندنا هنا 99. وغير كذا عندكم السلاح راح يساعدها، السلاح حق الشخصية. خلونا نبدأ. أوكي. طبعا الحين هذا الألت الثاني. وانت. أوكي. نبدأ مرة ثانية بشكل يعني إن شاء الله إنكم تفهمون. أوكي. تفعلوا كوربس لما تضرب الشخصية بحيث إنه تجمع السيف اللي تحت. أنا ما قلت هذا الشيء. أول ما يتفعل الألتي، أول ما يكون عندك الألتي اضغط وفعله. عندي 99 نقطة. وأضرب الألتي مرة ثانية. أوكي، بحاول أشرحها مرة ثانية. أوكي. وتفعل الألتي بمجرد ما يصير تفعل عندك على طول تضغط. أوكي، شو أسوي؟ فعل الألتي مرة ثانية بعد ما تجمع النقاط، الحد الأقصى للنقاط اللي موجود عندك، سواء 40 أو 99. أوكي. عندي 99 نقطة. أفعل الألتي. طيب، لو لاحظتم شوي الدوائر هذه اللي في النص ما كانت متفعلة أو ما كانت موجودة. لو ترجعون بالمقطع شوي ممكن تلاحظونها. هي ال خلنا نقول الشيء اللي ممكن يعطيك ان ترى تقدر تفعل الكوربس بحقها، اللي هو هذا هو. طبعا راح الكوربس لاني ما سويت الحركة الخاصة فيها، بس مو مشكلة. انتظر الكوربس مرة ثانية. الحين نفعل، نشغل السيجنتشر موف، ثم نضرب بحيث ان نجمع عند حد الاقصى للنقاط، ونشغل الالتي. اول اللحظة اللي تجمع فيها الحد الاقصى على طول تفعل الالتي. هذا بوس مزعج. اوكي. ما عندي نقاط حمراء او دوائر حمراء. اوكي، ما عليك. اوكي. الحين فعل. طبعا مات على طول هو البوس. الشخصية جدا 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 يعني قوية، من دون مبالغة أقوى شخصية موجودة حاليا. يعني هي مع نزولها فعليا في عصر جديد من الشخصيات في مستوى عالي من القوة، يعني في مستوى جدا عالي. طيب، مقطع بكرة إن شاء الله راح يكون سحب للشخصية. معاي تقريبا 48 ألف. طبعا راح أسحب للشخصية، وراح أسحب كأن في شيء ناقص. السلاح الظاهر او حطوه تحت، ممكن حطوه هنا. راح اسحب الشخصية، وراح اسحب للسلاح الشخصية، وفوق هذا راح اسحب للبت او الكيوب للشخصية، الحيوان الاليف اللي يكون معها. اتوقع كان اسمه شيمر، اللي هو الستينغراي او سمكة المانتا او سمكة الرياي الظاهر. شخصية أنا متحمس لها فوق الخيال، فوق الوصف. جدا مهمة هالشخصية، جدا قوية.
ما شفت أي يوتيوبر إلا ولازم ينصح بالشخصية، لأنه فعليا فعليا مهمة أنها تكون معك. طبعا الشخصية فيزيكال، ما أتوقع أني قلت الشيء هذا، هي الأقوى حاليا، هي راح تكون الأقوى. والتيم حقها سهل انك تاخذه، حرفيا سهل انك تاخذه. ممكن اقول لكم انها افضل شخصية لفري تو بلاي. اي شخص يلعب فري تو بلاي، الشخصية هذه مناسبة لك جدا، وخصوصا انه الفريق حقها حرفيا اللعبة تقول لك خذهم مع اسلحتهم بعد. يعني ليف لومينس عندها سلاح اتوقع 5 نجوم، تاخذه حرفيا في يعني اللي توه يبدأ راح يكون معاه سلاح. وروزيتا ريجور سلاح حقها موجود مثل ما قلت لكم كجائزة من 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 المهمات هذه، مع الشخصية نفسها. إن شاء الله بكرة راح يكون مقطع للسحب، ممكن اليوم اللي بعده راح يكون فيه مقطع للشخصية، تجربة الشخصية مع الفريق. طبعا راح أكون حاطة يعني في أعلى شيء ممكن أقدر أوصل له. أشوفكم على خير، مع السلامة.